صالي لي زامي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتي فرونسي فاسيل في درس جديد للناس مبتدئين في اللغة الفرنسية. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وتستفدوا معنا من الدرس ديال اليوم كباقي الدروس اللي فاتوا إن شاء الله، وكنتمنى أنكم تفرجوا في الفيديو وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، وما تنساوش تدعمونا بلايك باش تبقى دائما يوصلكم الجديد. الدروس اللي خلينا هو كنا هضرنا على لا كونجيزون وشنو هما الأزمنة اللي خصنا اللي أكثر تداول في اللغة الفرنسية، وكذلك هضرنا فالافعال جميع الافعال اللي كنتميو لا بروميير جروب. والدرس ديالنا ديال اليوم اللي غنشوفو فيه جميع الافعال، اي الافعال اللي كنتميو لا دوزيام جروب، وكذلك غنشوفو الحصه الجايه افعال اللي كنتم او لي فيرب اللي كنتميو لا تروازيام جروب. الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هو لا دوزيام جروب، غنشوفو يعني جميع الافعال او لي فيرب اللي كنتميو لا دوزيام جروب. قلنا تيرمينيزون اي ار، جميع الافعال اللي كينتميو لا دوزيام جروب كيكون كي ضروري كينتهيو ب اي ار. وهضرنا في الدرس كذلك من باقي الدروس اللي فاتوا، قلنا ما بين افعال كذلك اللي كينتميو كاين واحد الصنف ديال الافعال او لي فيرب اللي كينتميو لا تروازيام جروب حتى هما كينتهيو ب اي ار. باش كنفرقوا ما بيناتهم، بالنسبه لا دوزيام جروب كتكون في بارتيسيپ بريزون اي سون، في بارتيسيپ بريزون ديالو كتكون كتكون إيسون باش كنعرفو أنه كينتمي لا دوزيام جروب. نشوفو مثال، خدينا بعد لي فيغ لي كينتميو لا دوزيام جروب، عندنا فينيغ فينيسون باغ إكزومبل، بارتيسيپ بريزون ديالو كتكون في فينيسون، روجير روجيسون، فيغمير فيغميسون. قلنا الفرق ما بين أفعال اللي كينتهيو ب ار وكينتميو لا دوزيام جروب كتكون زايده عليهم، كتكون زائد في التصريف ديالهم كنلقاو ايسون، بارتيسيپ بريزون ديالهم ايسون في البريزون. يعني كذلك غنشوفو التصريف ديال هاد الافعال، او غناخدو مثال ديال لو فيرب فينير وغنشوفو التصريف ديالو في الازمنه اللي هضرنا عليهم، هما الازمنه بربعة لي بريزون سامبل، وعندنا باسي كومبوزي، وعندنا لامبارفي. غنشوفو تصريف لو فيرب فينير. عندنا لي تيرمينيزون او بريزون دو لانديكاتيف سون، عندنا في زمن الحاضر اي لو بريزون دائما تصريف ديال لي فيرب كيكون على هاد كي يستعملوا في هاد النهايات حسب نهايه كل ضمير. غنشوفوا لو فيرب فينير، قلنا هنا فينير دائما كنحيدوا بهاد اي ار كنحذفوه، كيبقى عندنا لو راديكال اللي هو فين، هذا كنبقاو نزيدوا عليه هاد النهايات حسب نهايه كل ضمير. عندنا جو فيني، جو فيني كما تيبان لكم اي اس، جو فيني اي اس، ال او ال فيني اي تي، نو فينيسون اي دو اس او ان اس، فو فينيسي اي دو اس او زد، ال او ال افيك اس فينيس اي دو اس او ان تي. اما كيف ما وضحت لكم هنا باللون الاصفر هاد النهايات اللي خاصهم الحفظ، تحفظوهم باش تقدروا تستعملوهم في جميع الافعال اللي كينتميو لا دوزيام جروب في زمن الحاضر. نشوفو كذلك لو فيتير سامبل المستقبل، او نجد لي تيرمينيزون اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. في زمن المستقبل دائما كنستعملو هاد النهايات، كنبقاو نزيدوهم راه نفسهم اللي استعملناهم كذلك في المجموعه الاولى الى بروميير كو، يعني ما تبدلوش. الانفينيتيف دي فيرب، شوف كيف ما كتلاحظوا معانا شدينا الفيرب خلينا هو هو، فينيغ لو فيرب فينيغ في لا دوزيام كوب كنخليه هو هو في التصريف ديالو في فيتور سامبل، فينيغ زدنا عليه هاد النهايات ولات عندنا جو فينيغي tu finiras et le l en e c finira.
Nous finirons. Vous finirez. Et le L avec S finiront. Comment vous avez dit le L asphal? Madi murakab. Aïe le passé composé. Passé composé. كيف ما وعدتكم قبل وقلنا ان شاء الله غنشوفوا كذلك درس خاص غنشوفوا الاف غنشوفوا كيف ما كتلاحظوا باسي كومبوزي دائما كنستعملوا فيه لوكسيليير اما لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار وكذلك كيف ما قلت لكم وعدتكم غنشوفوا درس خاص اللي غنشوفوا فيه لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر اي لو اي لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير افوار. بالنسبه لو فيرب فينير كيمشي معاه لو لوكسيليير اتر l'auxiliaire avoir à fond j'ai fini comme que tu le verbe finir حيدنا r خلينا غير fini j'ai fini tu as fini et là et le l a fini nous avons fini ils ont fini et le l avec s ont fini. بالنسبة للباسي كومبوزي كيكون زمن الماضي المركب كيستأمن من لوكسيليار اتر او افوار زائد لو فيرب لي تم تصريفه اللي هو اللي خدمناه هنايا لو فيرب فينير كيف ما لاحظتوا معانا التصريف ديالو هنا كيف كان. بالنسبة لامبارفي اي الماضي البعيد وراح شفنا الفرق ما بين الباسي كومبوزي ولامبارفي كذلك في الماضي في الماضي هذا المركب وهذا البعيد. لي تيرمينيزون او لامبارفي دو لانديكاتيف سون بالنسبه للنهايات اللي كتستعملوا في زمن الماضي البعيد اي لامبارفي في لا دوزيام جروب هما هادو كما كتلاحظوا معنا هما هاد النهايات كما وضحت لكم هنا باللون البرتقالي. نشوفو لو فيرب فينير اللي هو اللي خدامين عليه هنا جو فينيسي تي فينيسي اي لو ال فينيسي نو فينيسيون فو فينيسي اي لو ال فينيس. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هضرنا فيه على لي فيرب اللي كينتميو لا دوزيام كو. الدرس ديالنا المقبل ان شاء الله اللي غنشوفوا فيه لي فيرب اللي كينتميو لا تروازيام جروب. وبالنسبه لا تروازيام جروب كيبقى شويه فيه صعوبات لقاش فيه ماشي غير كا وحده يعني كيف ما شفنا في باقي الدروس اللي فاتوا لان لا تروازيام جروب فيه بزاف النهايات ديال الافعال اللي كينتميو لا تروازيام جروب كل نهايه وباش كل فعل نهايه ديالو كيفاش كيكون التصريف ديالو في الازمنه باربعه اللي غتكون فيه هو شويه صعوبه هو ماشي صعيب انكم الا شديتو وركزتو عليه ولكن كيبقى فيه شويه كاين اختلاف ما بينه وما بين لا بروميير كوب اي لا دوزيام كوب. الدرس ديالنا ديال اليوم حتى لهنايا وكنتمنى انكم تستافدوا منه ما تنساوش تدعمونا بلايك الى الدرس المقبل ان شاء الله.